السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شيوات حبيبة الغاوية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة اليوم اللي هي ريش بوندا بريستيج باللوز والشوكولات والكوك. كتجي رائعة جدا، يعني ريش بوندا محشوة كتجي هشيشة بزاف وكتدوب في الفم، وحشوة اللي هي أكثر من رائعة بمذاق اللوز. يعني صراحة هذا ريش بوندا هذه كتجي احسن بكثير من اللي معتمدينها. فتابع معايا الفيديو كيف ما غادي نخرج من نفس العجين، غادي نخرج 4 ديال الشكيلات. كنخرج هذا الشكل هذا اللي بالتمر على شكل وردة، وغادي نشكل ريش بوندا محشوة باللوز والكوك والشوكولات بنكهة الكوك وبنكهة الشوكولات، وغادي نخرج هلالات اللي بالزنجلان، يعني طبسيل مشكل ديال الحلوة من نفس العجين يعني. وكل شكل في مذاق يعني خاص بنكهة الزنجلان ونكهة الكوك ونكهة الشوكولات مع النكهة ديال التمر والزهر. فتابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير هذه الحلويات. هذه صراحة كتجي زوينة بزاف ومغايرة على الحلويات المعتادة. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وما ترددوش أنكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. كيف كتشوفوا معايا، يعني حلوة اقتصادية، كتوجديها في آخر لحظة غادي توجدي هذه الحلوة هذه، يعني ما فيها شي مقادير اللي هي كثيرة. هنايا غنحتاج بالنسبة للحشوة ديال الريش بوندا بريستيج كنحتاج 2 معالق ديال اللوز، وغنحتاج 2 معالق ديال الزبدة، 3 درام ديال الشوكولات ما يعادل 15 مربع ديال الشوكولات، وكنحتاج الكوك على حساب كمية ديال الشوكولات. هنايا في كاسرونة او في بماغي وضعت الشوكولات وضفت عليها 2 معالق كبيرة ديال الزبدة. وبالنسبة للزبدة من الاحسن انها تكون ديك النوعية الجيدة باش كتعطينا واحد اللذة اللي هي زوينة بزاف في هاد الحشوة هادي، وكتخلي الحشوة معلكة بزاف. صافي، نبعد ما داب لي الشوكولات. كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيف عليه هاد اللوز هذا، 2 معالق كبار ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته، خليته طريفات يعني صغار باش كيبان ليا في الحشوه. ما طحنوش مزيان. غادي نضيف عليه الكوك شويه بشويه. انا هنايا حطيت 50 غرام ديال الكوك وما احتاجيتهاش يعني كامله. غادي نبقى نضيف الكوك حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس، يعني عجينه اللي نقدر نجمعها في يدي ونشكلها كويرات. كيف كتلاحظوا معايا في لا فيديو، راه بدات كتجمع لي بهذا الشكل هذا. صراحة هاد الحشوة هادي لذيذة بزاف وعجبت بزاف مالي نطار، يعني كنتمنى حتى نتوما تجربوها. اكيد اللي دق عندكم غادي يطلب لكم المقادير ديال هاد الوصفة هادي، لانها صراحة يعني جديدة وكتستاهل التجربة. صافي، انا شكلتهم بهاد الشكل هذا، غادي نشكلها كاملة كويرات صغار. وبالنسبة للعجين، هنا حكيت 250 غرام ديال الزبدة، المارغرين غادي نضيف عليها 1 كاس ديال السكر، الساشي ديال لافاني، 1 الا ربع ديال الزيت، وغادي نضيف حبه ديال البيض. بالنسبه لهذا العجين هذا فكيجي يعني تقدروا تستعملوه في جميع الحلويات حتى في الصابلي، كيجي شيش وكيبقى محافظ على الديكور ديالو، يعني كيبقى ما كي يعني يتجمعش ليكم ولو انكم شكلوه بالطابع او لا اي شكل بغيتو، فكيبقى محافظ على الشكل ديالو وفي نفس الوقت كيجي مقرمش وكيجي شيش. صافي، هنا غادي نحك الزبده مزيان مع الزيت والبيضه اللي درنا ولافاني والسكر حتى كتحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. غادي نضيف عليه 1/2 كاس صغير ديال ماء الزهر،
بالنسبه لهذا المزهر فكيجمع لينا العجينه، لان مخدومه فقط بالزبده والزيت، فيها فقط بيضه واحده، وصراحه كيعطيها واحد اللذه، واحد القرمشه اللي هي زوينه بزاف. هنايا كنضيف الدقيق شويه بشويه مع معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ما يعادل كيس، يعني معلقه كبيره معلقه عفوا صغيره عامره كتعطينا كيس ديال خميره الحلويات. صافي، غادي نبدا نضيف الدقيق حتى كنجمع العجين ديالي مزيان. صافي، هنا جمعت العجين ديالي. العجينه ما كنخليهاش تكون قاصحه، يعني كنخليها تكون بهذا الشكل هذا، يعني لينه وما كتلصقش في اليدين. يعني هنايا غادي ناخذ العجين، غادي نشكله على شكل كويرات، وغنعمرو بدوك الكويرات اللي وجدنا ديال الحشوه، ديال اللوز والكوك والشوكولات. صافي، غادي نسد الكويره ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نحاول انني نجمعها ونشكلها على شكل غريبه او على شكل ريش بونطا، وغادي نستفهم في اللاطه. غادي نعاود معاكم واحده اخرى. صراحه في هذه الحلوه هذه حتى لاخر لحظه غادي تقدري انك توجديها. صافي، كنستمر حتى نسالي الكميه ديال العجين اللي عندي، وغادي ندخله الفران اللي كيكون مسخن من قبل، وكنشعل عليه فقط من التحت باش ما تشققش ليا الحلوه ديالي حتى كطيب لي من الاسفل، وكنشعل عليها من الفوق باش كتحمر، يعني ما كتحمرش بزاف، كتبقى هي فقط مذهبه، وكنخرجوها من الفران وكنزينوها تزيين اختياري. بالنسبة للشكل الثاني فهو العجين ديال التمر اللي كتشوفوا معايا، التمر خديته وطحنته وضفت عليه الزنجلان وشوية ديال الزهر مع معلقة ديال الزبدة وشوية ديال القرفة، وشكلته كويرات صغار. حتى هو نفس الشيء، غادي نشكله بهذا الشكل هذا. كناخد كويرة ديال العجين وكنعمرها بالحشو ديال التمر، وكنسد عليها بهذا الشكل هذا حتى كنسالي جميع الكويرات اللي عندي. غادي نغلفهم بالعجين بهذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله وواضحه. وبالنسبه لهذه الحلويات هذه فما كتاخدش اليد، في ظرف ساعه ساعه ونص كتكوني شكلتي واحد الطبسيل اللي كيكون مغاير، يعني ماشي غير صابلي، فيه حلوه ديال التمر، فيه ريش بوندا بريستيج، فيه حلوة ديال الهلال مع ريش بوندا بشكلين مختلفين. صافي، انا بعد ما شكلت الكويرات كنشكلهم بهذا المسنن هذا، او هذا المنقش هذا اللي كيكون مسنن، وكنشكل يعني نفس الطريقة اللي كتشوفوا معايا، يعني طريقة سهلة مهلة. كناخذ الكويره كنضغط عليها بيدي كيف كتشوفوا معايا، وكنشكل يعني كنضرب ضربه من الفوق وضربه من التحت، يعني بشكل مائل باش كتعطيني شكل ديال وريضه بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نستمر حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي ديال الكويرات اللي شكلتهم. فكتجي بهذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله. وبالنسبه للعجين اللي بقالي فشكلته على شكل هلالات، ودوزته في ابيض البيض وفي الزنجلان، وضعته في اللاطه حتى كيتحمر حتى هو في الفران. بالنسبه للحلوه ديالي ملي كطيب كتجي بهذا الشكل هذا. هذه الريش بوندا اللي درتها، او عفوا ديال التمر اللي درتها بالحشوه ديال التمر، فقط باللي طابت رشيت عليها سكر غلاسي، ممكن انكم فقط دهنوها بالنقاش. وبالنسبه لهذه فزينتها بالمربى والفيرميسيل ديال الشوكولات،
والشكل الثالث حتى هو دوزته في المربع وفي الكوك. وهذا الشكل هذا ديال الهلالات بالزنجلان صراحة كيجي تفصيل لذيذ بزاف وشكل مغاير. وهذه الرشبوندة حتى هي كتجي زوينة بزاف كيف كتشوفوا معايا، يعني كتجي بحشوة يعني زوينة ولذيذة ومعلكة. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر إعجاب وتشتركوا معنا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.